السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد او مراجعه وانطباع اليوس 13.3.1 النسخه التجريبيه الثالثه اللي تو نازله قبل 4 ايام او 5 ايام. بالنسبه لي النسخه افضل نسخه نزلت لحق اليوس 13.3.1. النسخه الاولى كانت فيها مشاكل، النسخه الثانيه عدلوا المشاكل، النسخه الثالثه الحين افضل نسخه ما فيها اي مشاكل، فما يحتاج اتكلم لكم اي شيء. يعني حتى الايباد كانت عندي مشكله في الصور، ان هنا صورة الحساب حقي ما تطلع عدل، في الايباد برضو تعدلت، سرعة الجهاز ممتازة، البطارية برضو ممتازة بالنسبة لي، فما شفت فيها مشاكل في كل النسخ البطارية، لكن الحين يعتبر افضل. برضو راح نتكلم، عندي 97 ليش جهاز استخدم عادي طبيعي، فلازم تنزل، ما عندي ذا المرض ان ليش ينزل وما ينزل، فحلوة. مثل ما نشوف السكرين اون تايم كم الحين استخدمته، 9 ساعات ونص سكرين اوف، هذا مثل ما نشوف الشحن، يعني الجهاز شغال عندي ممتاز. لما نشوف خلال 10 ايام اللي راحت كيف استخدامي في الجهاز، فبالنسبة لي بطارية ممتازة، ما في اي خلل، ما في اي تعليق، فالنسخة كاملة بالنسبة لي. فلو نتكلم عن توقعات متى بينزل الاسبوع هذا، يمكن هم ينزلون نسخة فنهاية جانيوري، يمكن لو بينزلون نسخة هنا بيكون هذا آخر نسخة لحق البيتا، لو بينزلون حق المطورين بتكون هذه يمكن الأخيرة، إذا ما في مشاكل أو عدلوا شيء، لأن بعض الأشخاص يقولون يمكن عندهم مشاكل. بالنسبة لي حتى الشبكة صارت أفضل بكثير، مثل ما نشوف بالنسبة لي فل، أحيانا تنزل بار واحد خصوصا في الأماكن اللي أنا ألاحظ فيها، أحيانا مثل نسخة 13.3 تقريبا كانت عندي مشاكل كثيرة في الشبكة، لكن الحين حلوها. فمثل ما قلت لكم هنا يمكن ينزل نسخة، أو يمكن ينزل الأسبوع هذا لحق الكل، لايوس 13.3.2 يمكن ينزل حق الكل، فإذا نزلت أتمنى كل شخص عنده لايوس 13 يحدث لها، لأن بتكون فيها تصليحات كثيرة لحق مشاكل كانت عندك في لايوس 13 أو 13.1 13.2. المهم أن آخر نسخة راح تكون أفضل بكثير من النسخة القديمة. فأسبوع هذا إن شاء الله نشوف نسخة للكل أو نسخة تجريبية، يمكن النهائية والقبل النهائية يعتبر يعني الجولد مثلا قبل اللي تنزل حق الكل. وبعد فبراير هنا، إذا ما نزلت هنا راح تنزل هنا إن شاء الله يعني. بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون بفضل دعاكم التصوير مثل ما تشوفون من الايفون 10 اس. والسلام عليكم.